بركه في المصلبه. بعدين رحنا هربنا هيك تحت هيك قبو ارضي، انا والاولاد خفت على الاولاد على اولاد ابني. كل بيوت هون جيراني تدمرت، هون حوش اهلي، حوش بيت جيراننا، هون بيت بيجو، بيت الحج العكس، الحوش هذيك دورنا هذيك كمان دمرت كلها للارض. بس وين دروا؟ والمي مرقت علينا من السقف على البيوت، من البيوت على الفريش على الدشاكات على الحرامات هيك. احتجينا في المطبخ انا واولاد ابني الله يرحمه، اولاد حسن اللي استشهد، اولاد ابني عبد المعطي كمان كذلك، كمان ابوهم مستشهد. اي حطونا بركه والناس عم بتطلع علينا على الخير. انا ما صفيت عندي غير المطبخ مستورين فيه ماركين. باجي كل فترة هيك ببروك بزرع بنكش هالزرعات وهالولاد حوالي بالسلو. هلا الولاد إذا المسا بده يشربوا دمعة مي بدنا نطلع لحجر الطب، لا قرميد الطب، اضطرابي الطب وغن تقتلون. بقلون أنا بعبيلهم المسا، بعبيلهم ترمس وحطه بالمطبخ جنبهم لحتى يشربوا من خوفي عليهم. هاي بالليل، في النهار إن الله كمان نور يطول انقصفت، ما حدا رمم لحدا ساعدنا ولا حدا أبداً أبداً. أني ربيت فيه 24 ولد، لا ولد ولا اثنين، يعني اللي استشهدوا الطيبين والمفقودين هون ربيتهم، فحس بروحي هيك روح هيك هون بهالدور. يلا سلامتك لك يا الله. حاضر والله.